بات التعليم السوري بأسوأ حالاته في ظل حكم الأسد الذي أكمل عليه في المناطق الخارجة عن سيطرته من خلال حجم التدمير الكبير الذي ألحقه بمؤسسات التعليم كافة. في جامعة مدينة إدلب التي تجمع أكثر من 16 ألف طالب وطالبة مع عشرات الكوادر التدريسية، استطاع الجميع الوصول لامتحانات الفصل الدراسي الأول رغم القصف والتهجير والظروف الصعبة. طبعا هاي السنة كانت من أصعب السنين، يعني نحن قلنا 5 سنين هون في إدلب وكل سنة كان يصير عندنا ظروف سيئة، بس هاي السنة كانت أصعب شيء. ننزح في الليل ونجي نحضر في النهار، ندرس في الليل ونروح على الضيعة نجيب أغراضنا في النهار. الشيء المفروض عليك له أولوية أكثر مثلا من الجامعة، لا تخلي الجامعة لها أولوية كمان، ما تنسى حالك، ما تنسى مستقبلك. يعد الجانب التعليمي من الأولويات في أي حضارة، وهو ما أدركه طلاب جامعة إدلب وكوادرها التعليمية من خلال تجاوز أشد الظروف قساوة، ليستمر التعليم في 21 كلية ومعهدا في إدلب. نحن رغم هيك رح نبقى مستمرين، رح نحارب بعلمنا كل الظروف يلي واجهتنا هذا الفصل وكل الظروف يلي رح تواجهنا، لأنه نحن جيل الثورة. بعد 10 سنين نحن طلعنا بعد هالثورة. قدمنا امتحانات وماشي الحال، في عالم كتير عانت وعالم كتير ما قدرت تدرس. الدكاترة كتير تعاونوا أكيد ما في أي شك، يعني من حيث المحاضرات من حيث امتحانات العمل تعاونوا معنا كتير. بأبنية متضررة من القصف الذي طال حرم الجامعة مرات عديدة وإمكانيات متواضعة، تستمر العملية التعليمية مع وجود ضغوط مادية ونفسية كبيرة. من الواجب على إدارة الجامعة التخفيف منها كما يقول الطلاب. أمل كبير، أول شيء نحن نحافظ على هاي الجامعة بكل تفاصيلها وبكل طلابها، ويكونوا هن بنات الأجيال القادمة، وهن اللي راح يشتغلوا ويتخرجوا، وهن اللي يبنوا الوطن من جديد بعد كل الحرب والدمار اللي صار. يستمر التعليم الجامعي في إدلب مع مخاوف الطلاب الدائمة من الاعتراف الخارجي بالجامعة وفرص العمل التي تقل مع استمرار المخاطر المحيطة. استطاع طلاب جامعة إدلب بعد انقطاعات عديدة تجاوز مرحلة قاسية وظروف محيطة سيئة من خلال تقديم امتحانات الفصل الدراسي الحالي والاستمرار بالعملية التعليمية بأفضل الطرق المتاحة. لتلفزيون سوريا مسلم السيد عيسى، مدينة إدلب.